تمام. احنا لما بنخش لنا المريض وبيسال على دواء للبرد، بيسال على علاج للبرد، لازم الاول نساله هو جاله من قد ايه عشان نشوف احنا محتاجين له مضاد حيوي ولا لا، لانه بيفضل دايما في حالات الميكروب لما يكون في بكتيريا جوه الجسم ما نبداش بالمضاد الحيوي مع اول يوم من ظهور المرض. ندي فرصه للمناعه بتاعت الجسم ان هي تتعامل مع البكتيريا دي او المايكرو اورجانيزم ده، ندي له فرصه بحيث ان لو حصل بعد كده نفس الميكروب ده دخل جوه الجسم تاني يبقى الجسم عارفه فما يحصلش المرض ده تاني. لكن اللي على طول بيستخدم مضادات حيويه باستمرار فهو مش مدي فرصه للجسم ان هو يتعامل مع الميكروب، فده بتبقى مناعته اقل كتير. فبنسال المريض الدور البرد جه من قد ايه، فلو بقى له فتره يبقى كده الجسم تعامل مع الميكروب وما قدرش ان هو يتغلب عليه، فنبدا ندي احنا مضاد حيوي. اه يعني ممكن مثلا جاله اول امبارح، فانا يكفي لي يومين ان يكون الجسم تعامل مع الموضوع. يعني المضاد الحيوي في اول يومين غلط؟ اه بالظبط كده. ندي لو هندي له علاج في اول يومين يبقى ادويه كلها بتعالج الاعراض اللي عنده اللي هي الرشح والاحتقان والكحه وكده، لكن ما بنخشش في المضاد الحيوي دي غير لو هو جرب الادويه دي وما لقيتش مع الموضوع، يبقى ساعتها ندي له مضاد حيوي. وبالنسبه للمضادات الحيويه برده هي نوعين، في نوع بيوقف انتشار البكتيريا جوه الجسم وفي نوع بيبقى قاتل للبكتيريا. فاحنا بنبدا الاول بالضعيف اللي هو يوقف انتشارها بس يحجمها عشان الجسم برضو يهاجمها. لو ده ما جابش نتيجه نبدا ندور على حاجه اقوى شويه اللي هو بيبقى قاتل بطبيعته، قاتل للبكتيريا بطبيعته. لا هو المواطن مش هيقدر يفرق الحقيقه، هو لازم يسال الصيدلي. احنا كصيدله بنبقى عارفين طبعا الفرق ما بين ده وما بين ده.